للشرطة القضائية بسطيف من الإطاحة بشبكة متكونة من 6 أفراد يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط تلاميذ المدارس التربوية. العملية سمحت بحجز ما يقارب 600 قرص من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء كانت تستعمل لتخويف المواطنين، إضافة إلى مبلغ مالي مقدر ب 13 مليون سنتيم من عائدات الترويج. اسكندر لعيل، رصد التالي. يتعلق الأمر بعملية نوعية من تأطير أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف، جاءت بناء على معلومات كانت تفيد بتحركات أفراد يشتبه في ضلوعهم في قضايا ترويج مهلوسات، لكن هذه المرة ترويج هذه السموم بالوسط المدرسي. كانوا ينشطون بالقرب من ثانوية ومؤسسة ابتدائية أقول، فالتزاما بصد هذا السلوك المشين والمجرم قانونا والذي قد يستهدف أبنائنا المتمدرسين، عمد أفراد هذه الفرقة إلى التأكد من تلك المعطيات، ومن ثم التدخل في الوقت المناسب مع توقيف أفراد هذه العصابة، حجز كميات هامة من المؤثرات العقلية وأيضا أسلحة بيضاء تستعمل لتخويف المواطنين.